يا ترى صادف وانت قاعد مرة على البحر او في رحلة في الصحراء بالليل شفت وميض في السماء عبارة عن خط منور ظهر واختفى بسرعة؟ لو كنت شفته فالشيء ده اسمه شهاب. طب ايه الفرق ما بين النيازك والشهاب؟ الفرق بسيط جدا. النيازك عبارة عن اجسام موجودة في المجموعة الشمسية، ممكن تبقى قد حبة الرمل وممكن تبقى صخور طولها اكتر من متر، موجودة في المجموعة الشمسية وعبارة عن بقايا لأجسام أخرى كانت موجودة في المجموعة الشمسية، ولكنها فضلت في المدار الأجسام دي. لما المدار الأجسام دي بيتقاطع مع مدار الأرض بتبدأ الجسيمات الصغيرة دي تنجذب إلى الأرض وتبدأ تخش في الغلاف الجوي. أي حاجة بتخش الغلاف الجوي بتخش بسرعة عالية جدا، ممكن تصل لـ70 كيلومتر في الثانية. طبعا السرعة العالية دي وهي بتخش بتؤدي إلى احتكاك مع ذرات الهواء اللي موجودة في الغلاف الجوي. الاحتكاك ده بيولد حرارة عالية جدا، الحرارة دي تقدر إن هي تحرق الجسم، وهو ده الوميض اللي احنا بنشوفه في الغلاف الجوي. بس لو نيزك أكبر ممكن ما يحترقش كله، وجزء من النيزك يقدر إن هو يصمد الرحلة في الغلاف الجوي ويصطدم بسطح الأرض. لو صدم بسطح الأرض هيعمل الفوهة، وممكن حتى بقايا النيزك تتفتت حوالين الفوهة. بقايا النيازك دي بيتهافت عليها العلماء والهواة نظراً لقيمتها العلمية. تخيل إن بقايا النيازك دي عبارة عن عينات من كواكب أخرى في الفضاء الخارجي جاية لنا على طبق من ذهب للأرض. يا ترى تدفع كام عشان يبقى عندك عينة زي كده؟ ولا أقولك إيه رأيك تطلع رحلة تدور بيها بنفسك على عينات للنيازك؟